هي منيحة. أنا وأخوك رح نضل شوي ونرجع على البيت. هلأ أنت روح لعند الخالة كهرمان بالطابق الرابع، ليك ناطرتك. تمام، ونحن كمان منحبك يا روحي. شو كيفه منيح؟ اي منيح. منشوف بدرية وبعدين منروح لعنده. مثل ما بدك. انتو قرايبين لبدرية تاشكين؟ ايه نحن منقربها، فينا نشوفها؟ فينا ندخل شخص واحد بس. فوت انت ابني. تعال بالاول خليني اعطيك لبس المشفى. خوفتيني، أنا كثير خفت عليك تموتي. بس الحمد لله أنت منيحة. أنتو ليش أنقذتوني؟ شو هالحكي هاد؟ ليش هيك عملتي؟ معقول الواحد بيستغني عن روحه بهالسهولة؟ أنا ميتة، انتهيت. علي هو اللي قتلني. ليش علي عمل لك شيء؟ ها؟ هذا علي أزاكي بدرية؟ أنا ما كان بدي يا حسن. أنت ليش؟ ليش خبيتي؟ شو خطر لك ما تقولي لي؟ كان لازم تحكي، كنت ساعدتك، كنت وقفت جنبك. خجلت والله، خفت إنه أنت تلومني على اللي صار. أنا؟ معقول لومك؟ ليش؟ ليش أنا مو أخوك يا بدرية؟ ماني توأمك؟ ما بحبك؟ حسن هنن بدهم يزوجوني علي غصبا عني. إذا صرت مرته لهذا الوسخ برجع بنتحر. وقت ما حدا رح يقدر ينقذني. لا، ما رح اسمح له. ما عاد بدي اسمع هالحكي بقى. اتفقنا؟ بعمرك لا تعيديها. بدرية منيحة؟ منيحة. حسن شو عم تساوي؟ لوين رايح؟ قلي لوين رايح ابني؟ حاكيني حسن، شو قالت لك؟ ليش عملت هيك حسن؟ قلي شو صاير معه؟ قالت لي. شو قالت؟ ليش هيك ساويت؟ هذا الواطي اغتصبه علي.
لهيك نحن هون. والله لخلص عليه. بعرف فرجي له الواطي اللي كنت خايفة منه صار. اللي كنت خايفة منه صار. كيف هيك صار؟ خوفوا البنت وبدهم يزوجوها غصبا عنها، والمسكينة لحتى تخلص. ما رح اسمح لهم، والله على جستي ما بصير هالشي. ما رح اسمح لحدا يزوج بنتي من هذا الواطي المجنون، عم تفهم؟ وهذا اللي بدي اياه منك بالضبط، انك ما تسمحي له. لوين؟ ديري بالك على بدرية، من هون لصفي حسابي. مستحيل، ما رح اسمح لك تروح على مكان. انت اهتمي ببدرية. ما في تروح على مكان. ضلي هون. لا حسن، قلت لك ضلي هون. يا ممرضة، يا ممرضة، صار شي ولازم روح ضروري، حاكيني إذا احتجتوني. ايه طبعا. قدير، أنا محتاجة لمساعدتك. شوفي جولبري، شباب بدرية. شو؟ رح أقدم شكوى جنائية بأي مشفى أنتو هلأ؟ تاكسي. لوين؟ سوق هلا بالله. تاكسي تاكسي. يلا. ليك اخي الحق التاكسي اللي مشيت من شوي. بسرعة. ابن عمي حسن البطل، كيفك؟ اخي علي، وينك انت؟ خير حسن، شو في بقلي؟ كله خير. خير. وصلني خبر جديد، قال بدنا نعمل عرس. ايه رح نتزوج. ايه رح صير صهرك حسون. ايه سمعت، جاي لنحتفل سوا انا وياك. ايه اهلا وسهلا. اصلا انا سهران لحالي وبدي مين يجي يسهر معي. ببعت لك العنوان. بعت ليكني جاي لعندك. ليكني جاي لعندك لخلص عليك. دق الباب. شكلهم مو هون. خلاص، ليش بصلتك محروقة؟ استني شوي. وبعدين يلا افتح الباب جولبري، نحن جايين نزورك. اسمعني، خليك عم تصبلي لحتى قلك وقف. بدي اقضي ليله بتاخذ العقل، فهمان؟ صبلي. برافو برافو يا بطل، برافو. يسلموا. اجا ابن حماي البطل. شو صار لك ولك؟ لك انت شو عم تعمل؟ جنيت شي؟ انت كيف بتلمس حسن؟ كيف بتلمس اختي؟ يا استاذ اهدى حسن، طول بالك شو بصير هيك؟ خلص بكفي. حسن، هو انت جنيت ولك؟ اهدى
بدك يعني اضربك؟ طول بالك يا اختك رح تصير مرضي يا حمار. نحنا كان لازم نكون متجوزين من زمان. والله لا يطلع بعد. يا استاذ بعد عنه ما بصير هيك. تعال قلني يلا. لك تعال يا ولد تعال فرجيني مراجلك. حسن تعال اترك تصلوا بالشرطة. حسن امي 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 في امي في ساعدوني بسرعه ساعدوني احكم على اسعاف خليوني يجوا فورا. اتصلنا بالاسعاف لك رجاء. ليش ما اجوا لهلا؟ عم يطلعوا بلا الاسانسير على الدرج اسرع. هو فوق يلا بسرعه اطلعوا بسكونة تخلوه يهرب وانتوا احرسوا الباب. وينك؟ تعال بسرعة على الباب تعال يلا. لك أنا انخرب بيتي. طعن المخلوق أو هرب من هون من ورا. طيب مسكون معي سيارة الإسعاف هون بسرعة. يا جماعة لو سمحتوا رجاء اطلعوا لبرا رجاء. افتحي عينك إذا بتريدوا. الله يخليك أمي لا تتركيني. أمي بترجاك افتحي عينك. شوفي أنا هون ليكي أنا هون جنبك. أمي 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 أنت منيحة. أمي أمي الله خليكي بترجعك افتح عيونك وخليكي معي. افتح عيونك أنا لسه ما شبعت منك. ألو لك يا غبي انت واقف قدام الامن. تعال تعال قرب لقدام بسرعه. وقف عم يهرب. اتصلوا بالشرطه اتصلوا بالشرطه اطلع 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 يلا. لك استعجل يلا. خير شوفي شو صار. انا ضربت جولبري بالسكين. شو عملت؟ ما قدرت أعطيك حقك أمي. لسه ما رسمت البسمة أو شيء. بوعدك أمي رح صير منيح واسمع الكلمة وعوضك عن كل شيء. يلا قومي وخليني أوفي بوعدي لإلي. بترجعك أمي يلا قومي لا تخوفيني. افتح عيونك قومي يلا. وبوعدك أمي رح صير ابن منيح. خليني أعوضك عن اللي فات. خليني أكون ابنك حسن من جديد. أنا اشتقت لك يا عمي. مو كنتي تقولي لي انه الامل اخر شي بيموت؟ انا لسه ما فقدت الامل منك ابدا. يلا قومي 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 امي قومي لنروح على بيتنا. يلا يلا ناخد اخواتي. وانت بتحكي لنا عن ضيعتك احكي لنا عن فوشة احكي لنا عنه وعن البحر الازرق. قومي خلينا نروح على بيتنا. الله يخليكي قومي قومي نروح. خلينا نعيش كلياتنا مع بعض من جديد. خلينا نرجع عيلة واحدة مثل قبل يا أمي ونعيش كلياتنا بسعادة مع بعض ببيتنا. يلا قومي لا تخوفيني يا أمي. لك وين سيارة الإسعاف؟ وينه لهلا؟ عالطريق عالطريق. لك أمي عم تموت أمي عم تموت. أمي الأسعاف جاي سيارة الأسعاف جاي. تحملي تحملي الله خليكي تحملي. كلنا أول فترة ساعدناها وقفنا جنبها بس معقول تطلع طعنة زلمة بسكين؟ وفوق هيك الشرطة دهامت البناية وطلع في مخدرات ببيتها. خلينا نقلع. لا مو معقول هذا مو ذنب. هالشي حرام يا جماعة. لوين بدها تروح بحالة مع أولادها؟ ونحن كمان عنا أولاد. ايه مزبوط لازم تروح يا جماعة.
كل العالم بتستحق تاخد فرصة تانية. صح، وكمان الطريقة اللي عم تتبعوها متعصبة. ما بوافقك الرأي يا فكري، ما بدي مرة مجرمة تعيش ببنايتي. وأنا مثلك. ولا تنسوا، هي ما خلتنا نعمل لها تأمين لأنه بدها تشتغل بمحل تاني، يعني عم نعمل شيء مو قانوني وهي مسؤولية علينا. يا الله دخيلك، شو هاد يعقوب؟ ما عم صدق عيوني، مثل القبر. استغفر الله العظيم، شفت بعينك؟ شفت كيف معيشة في أحفادي اللي مدللين؟ خلص اخرسي، إذا بتحبي الله والنبي اخرسي. معقول سمعت إنه نحن جايين ولهالسبب هي هربت من البيت؟ أنتِ لا تتدخلي يا مرة. كيف ما بدك يعني اتدخل سليمان؟ الشغلة واضحة، ما حدا فتح الباب. أخي شو بدنا نعمل؟ سردار فوت على البناية ودق أبواب البيوت بالدور، بيت ورا بيت، سأل عن الأولاد، عرف لي لوين راحوا. فضيحة. برأيي اهدوا شوي، ماشي؟ صار شوية مشاكل بآخر كم أسبوع، بس هاي المرة اشتغلت منيح أول 6 شهور. معك حق، مزبوط. أول شيء خلونا نسمعها وبعدين منقرر شو نعمل. لا تخبص خلوق، شو بدنا نسمع منها يعني؟ شوف كيف ما تنازلت وما أجت بنوب، واليوم كانت حتصرخ مرة تانية، وكمان طلعت لشوف شو القصة، شفتها حطت بنتها بالتاكسي وراحت. برأيي هيك بكفي، خلينا نقلع هاي المرة. وأنا هيك رأيي، ورأي الأغلبية كمان. ماما ما لها مرة مو منيحة، هي عم تعمل كل شي مشاننا. أنت اللي مو مناح، أبدا مو مناح. جان لولي، انبسطتوا هلأ باللي عملتوا؟ شو بده يعمل هالولد؟ لوين بده يروح؟ يا أغا، وقت طلعت لفوق وبعد ما دقيت على البواب لقيت جان. حفيد اللي مدلل والمغنج اجى ستو. تعا تعا لعن ستك لتبوسك. دخيل هالريحة ما أطيبها. حبيب جدك إلي، لوين راحت أمك؟ وينن أخواتك؟ صار شي مع أختي مو منيح وما عرفت شو، وأمي صارت تبكي، حملتها وأخدتها على المشفى، تركتني عند الجيران. خير شو صاير؟ سردار اتصل بمحامين أرطغرل فورا، خليه يشوف في أي مشفى موجودة في حفيدتي. يا الله بعيد الشر عنا، ما لازم نضل واقفين هون. تعال معي ابني، خلينا نروح على بيتنا. أنا مالي رايح معكم. جان امشي فاطمة امشي، هلا مو وقت هالحكي. جان وين كنت حبيبي؟ وين كنت؟ امشي معي يلا بسرعة بسرعة. بسرعة استعجل يا أخي، الله خليك استعجل، رح تروح من بين إيدينا. لا تخاف ابني، رح نوصل بسرعة. أمي عم تموت. أمي عم تموت. ما صار لي شي مجتمع فيه. لو انه قدرنا نشوفها كنا ارتحنا شوي، انا خايفه كثير عليها. اكيد رح نشوفها، بما انه اخذوها على الغرفه معناها هي بخير. اكيد هي منيحه، بكره بتقولي اوزلام قالت. لقيتها يعقوب اغا بهي الغرفه. عفوا لوين رايحين انتو؟ بدنا نشوف حفيدتي. ممنوع تشوفوها كلكم، المريضه هلا رجع لوعيها. طيب طيب انتو استنوا هون. يعقوب خلاص اهدوا. ماما على مهلك، نحن بالمشفى. بدوش نور عيوني، شو صار معك بنتي؟ روح جدي بترجعك، روح. ليكي عصبي علي، بس لا تديري لوشك بنتي، انتي قلب وروح جدك، اجيت مشان نلاقي حل لوجعك. انا وثقت فيك لابعد الحدود جدي،
استسلمت لك، قلت لحالي أي شي بيعمله جدي بيعمله مشاني. بس أنت شو عملت؟ تفرج على إنجازك، كل شي صار معنا لهلأ كان بسببكن أنتو جدي، كل شي. بنتي هلأ صار اللي صار، شو منعمل؟ شوفي رح نلاقي حل. ليكي بالقرآن في معجزة بنتي، وعلي ما رح يقدر يزعلك مرة تانية أبدا. خلاص هيك منيح، خفف السرعة، خفف السرعة، بعدنا عنهم. إذا ضلينا ماشيين هيك لما نفتح العين علينا. معلم اليوم عيلتك اجت من خان تاشكين، بترجاك معلم خلينا نتصل فيهم، أكيد هن رح يساعدونا. واقف على اليمين. ليش معلم؟ واقف على اليمين ولك واقف هنيك. يلا أعطيني تليفونك. لوين معلم؟ من شان الله رجع على السيارة. ما بقدر استخدم تليفوني بعد هلا، لازم خبر أمي بأي طريقة. وانت بتختفي مفهوم، ولا تقول شي لحدا، بتستنى مني خبر بس. بترجاك رجع على السيارة. لساتك واقف بوشي نلع. يلا الو حدين، كيفك روحي؟ انا واقع بمشكله كتير كبيره وبدي اياك تساعدني. لاني بحبك وبفكر بمصلحتك يا بنتي. ليكي بحالتك هي ما حدا بيرضى يتجوزك، واذا رضي رح يضل يعيرك. شو هذا الحب اللي بتحبني يا جدي؟ ما سالتني كيف حالك؟ ما لعبت بشعري مثل العادة، حتى ما قلت لي ولا يهمك يا بنتي، أنا بحاسب علي بشانك. أنت عطيتني لابن أخوك المجنون بإيدك، كمان ستي وعمتي قدر وعدوني مثلك، قالوا لي لا تخافي ما رح يصير لك شي. لمرة وحدة، لمرة بس، حتى لمرة ما فكرتوا فيني ولا حاولتوا تحموني، ما شفقتوا علي. جدي انتوا فرطتوا فيني مشان تقدروا تفوزوا على امي، خليتوني ضحيه لعلي. يا بنتي كل هاي السنة كنت انت عم تربيني، سامحني غلطت، بس لبقى تقلي بنتي من بعد هلا روح. لهلا حدا فات لعنده شي؟ ما سمحوا لهم يفوتوا. منيح، خليها ترتاح، هي حاولت تنتحر. درينا من الممرضة، والكل جوا عم ينوح ويبكي من لما عرفوا. أخي بدي أسألك، أنت تراجعت عن موضوع الإجوازة؟ ليك أخي رح نصير علكة بتم الناس، كيف رح تحل هالقصة؟ ليش إمتى قلت لك أني تراجعت عن الموضوع؟ صبر
صبر. من وين طلع لنا هذا الزلمة؟ شو جاي بده هاد؟ مالك شايف جايب معه الشرطة؟ بيكون بدهن ياخذوا إفادة بدرية عن اللي صار. كأنك عم تدخل حالك بكل شيء يا أستاذ قدير. ثاني بدك تتعود يا بيك، لأني رح أكون ضد الغلط دائما. وإذا ما تعودت رح تحطني بالسجن مثل أجدار؟ رح أعمل اللازم. كيف رح تعمل هالشي؟ بتضل تحكي على الفاضي. الحق معك، صرت عم بحكي كتير مشان لحق رد عليك. لا تتوتر، رح أقدم لك معروف، رح تلاقي راحة البال وانت عم تتعاقب. إذا كانت نيتك إنك تفوتني على السجن وتشوفني عم عاني، لا توقف أبدا، خليك عم تحاول، لأني ما رح تنازل أبدا. روح بطريقك، هاي العيلة بتخصني لوحدي. بدك يعني روح لتعمل اللي بدك إياه مو هيك؟ هديك الأيام خلصت، ما في هيك شيء. الحمد لله على السلامة بنتي، الحمد لله على السلامة. رح نزل عليك المصايب لدرجة ما تعرف شو عم يصير معك. شكلك ما عم تفهم يعقوب بيك، مالي خايف منك. أبوك خيري الهربان، لو هو كان هون كان شدلك إذنك وقالك إنه يعقوب ينفذ اللي بيقوله. بس مو هون، شو رح تعمل؟ يمكن القدر يجمعكم. الشرطة عم تستنى، بدها تاخد إفادة بدرية. أخذت الإذن مني لتحكي مع حفيدتي؟ حفيدة شو؟ اوعك تجيب سيرة هدول الأولاد على لسانك. البنت بهي الحالة بسببك، بنصحك تبعد عن جولبري وولادها. شوف يا أستاذ قدير، غضبي رح ينزل عليك، رح تندم. انتبه شو عم تحكي. مين انت؟ ها؟ مين مفكر حالك؟ مستعبد العالم كله؟ تهديداتك ما بتمشي معي. مفكر لي حالك شغلة كبيرة لأنه عندك أرض مساحتها 5 دنم؟ فصرت آغا؟ خلصت هاي الأيام، الزام حدك وخليك محترم. تفضلوا، تفضلوا معي من هون. شوفي، هلا رح تجي الشرطة بعد شوي لعندك. إذا اشتكيتي للشرطة بإفادتك على ابني، أو إذا قلتي لهم إنه علي اغتصبني واعتدى علي، بدي أقتل أمك وأحرمك منها. وإنتي عم تتفرجي، عم تفهمي؟ بقتلكن كلكن وما بسأل. البنت حالتها سيئة وعالم شوش، ما أنا بوعي هلا، تعالوا بوقت تاني. أساساً لساتها قاصر بصفتي جدا، ما بسمح لكم. هذا كلام فاضي يا حضرة الشرطي، أما هي اللي وصية عليها، يعني هي اتصلت فيني شخصيا وقدمت الشكوى. تفضلوا. السلام عليكم. بدرية، الحمد لله على السلامة. سمعت باللي صار وسألت، صرتي منيحة هلا؟ منيحة. أمك اتصلت فيني، قدمت العريضة للنيابة. هلا بدنا نساعدك يا بنتي، لازم تخبري الشرطي بكل شي صار معك من البداية وبالتفصيل، لازم تقدمي إفادتك. بعرف إنه جدك وعمك إجوا لعندك وهددوكي، بترجاكي لا تخافي منهم، لا تترددي، العدالة معك يا بنتي وأنا معك، رح كون معك دائما، وعد. يلا يلا يا بنتي، احكي احكي مشان نلقي القبض على علي، مشان ياخذ العقاب اللي بيستحقه.